ثمن دكتور محسن باتع أستاذ القانون الحوار الوطني معتبرا إياه خطوة مهمة وجادة نحو تحقيق التنمية داخل المجتمع المصري، كما أكد أن دستور عام 2014 يعد واحدا من أعظم الدساتير المصرية التي تحمي حقوق الإنسان. في البداية أنا أثمن الحوار الوطني وهو خطوة جادة وخطوة أولى في تحقيق تنمية سياسية حقيقية داخل المجتمع المصري. واليوم هي جلسة من جلسات الحوار الوطني المتعلقة بالحقوق والحريات، حرية الرأي والتعبير. وجاء هذا الأمر في دستور 2014 الذي جاء من ضمن مواده العظيمة، والذي أعتبره من وجهة نظري الشخصية أنه من أعظم الدساتير التي وضعت لمصرنا الحبيبة. في باب الحقوق والحريات الباب الثالث في المادة 69 منه نص أن حرية الرأي والتعبير مكفولتين للمواطن، ويحق له أن يعبر بهم عنهما بكافة الوسائل، سواء كانت الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة أو حتى كانت الوسائل الرسم وما شابه ذلك.